30 اكتوبر 2019، يوم الاربعاء. يوم الاربعاء النهارده عندنا بجد يوم جميل. ليه؟ لان الاتحاد الدولي لكره القدم بيهني قيمه قرويه كبيره في مصر، بيهني وبيشيد وبيقول له كل سنه وانت طيب، واحنا بالتالي لازم نقول له كلنا كل سنه وهو طيب. اكيد لان هو قيمه مصريه واهلاويه عربيه افريقيه عالميه، كل الناس النهارده بتقول له كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ونجمنا الكبير. كلنا النهارده كل السوشيال ميديا شايفها بتهنيه بعيد ميلاده. ربنا يديله الصحه وربنا يكرمه في اللي جاي وربنا يوفقه دايما، وبنقول له كل سنه وانت طيب يا كابتن، وسنه سعيده عليك وسنوات سعيده من الصحه والسعاده باذن الله.